برضو مرة تانية، أنا لا أنكر الاجتهادات على حد، ولكن والله هل ينفع دلوقتي إن أنا أتكلم عن إنه فلان هيمشي وعلان هيمشي؟ لن يحدث هذا الأمر الآن. يعني الاجتهادات مش في صالح النادي الأهلي إطلاق. أنا هنا اللي عايز يجتهد يجتهد، هو حر، ولكن أنا عارف إن كل الناس عايزة تعمل شغلها، ولكن والله للأسف معظم الأخبار هي أخبار غير صحيحة، خصوصا في جزئية اللعيبة اللي هتمشي واللي هتقعد. لأنه ببساطة مستر كولر الفترة القادمة، يعني أنت عندك ال 28 يوم اللي جايين عندك 9 مباريات، هل مش هتحتاج كل اللعيبة؟ هتحتاج كل اللعيبة. أنا مش عايز أقول أسماء عشان ما تقولوش إن الاسم ده هيمشي ولا هيقعد، ولكن مستر كولر زي ما حضراتكم شايفين محتاج كل اللاعبين، كل اللاعبين مش لعيب واحد فقط. مباريات متلاحمة أكيد هو في حاجة فنية لجهود كل اللاعبين، فياريت ما نركزش في مثل هذه الأمور وفي كل حاجة بتتكتب، لأنه السوشيال ميديا كل واحد بيكتب اللي هو عايزه. صدقوني يعني مثلا اللي عايز أقوله لحضراتكم أنه في حاجات بتحصل وبتتكتب والله كلها غير صحيحة. أنا مش هقدر أرد على كلام كتير دلوقتي بيتقال، ولكن كله في الوقت المناسب هيتم الرد عليه حتى على قناة الأهلي، ولكن كله في وقته. يعني حاجات كتيرة جدا 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 بتتكتب مش هقدر أرد عليها دلوقتي، ولكن هيترد عليها في وقتها. كل حاجة وليها وقتها، لكن دلوقتي وقت التركيز الأكبر والأهم هو الفوز بمباراة فاركو القادمة وما يليها من مباريات، التقدم نحو صدارة الدوري عن طريق الفوز بالمباريات المؤجلة لفريق النادي الأهلي. وهي دي مأساة كل موسم للأهلي بسبب ارتباطاته الكثيرة بالبطولات المختلفة سواء جوه مصر أو بره مصر. والجوه مصر بيبقى كل الأندية بتلعب بيها، ولكن بره مصر زي ما حضراتكم شايفين. فعشان كده بقول لحضراتكم والله ممكن يحصل ان يتكلم على ان فلان هيمشي ولا علان يمشي ويمشي، ولكن دلوقتي لا، مفيش حد. اسمعوا يعني الكلام المنطقي، بلاش الكلام اللي انا بقوله، الكلام المنطقي اللي بيتقال ان هو هل ينفع في 27 يوم ان انا امشي حد؟ هلعب فيهم 9 مباريات ان انا امشي حد؟